كان يصلى الوتر قبل أن ينام، ثم قام من آخر الليل يصلي، هل يوتر مرة ثانية أو ماذا يصنع؟ اختار الرأي القالب أنه يصلي مثنى مثنى، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر، ولو يوتر مرة ثانية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة، والله تعالى أعلى وأعلم.